غزة نعم بدي أكرر كلمة مختطفة، اللي بيعجبه بيعجبه اللي بيعجبوش بلاش، مختطفة من قوة مسلحة من حماس تسيطر على قطاع غزة رغم أنف أبناء شعبنا في غزة. والجميع يتابع، يعني بين قوسين مسألة رغم أنف أستاذ عزام، لأن حتى الآن لم ينتفض أهل غزة الانتفاضة المناسبة ضد كل انتهاكات حركة حماس سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو حتى المادي. يعني لا أستطيع أن أقول أنه لم ينتفضوا، ربما كلمة انتفاضة كلمة كبيرة. نحن نأمل يعني أنه التحركات من قبل الفصائل والفاعليات ومؤسسات المجتمع المدني وكل أطفال غزة ونساء غزة وشباب غزة وشيوخ غزة يجب نعم أن يتصدوا للانقسام ويتواصل مهما كان حجم القمع الذي يتعرض له. كلامي واضح، كلامي واضح. أنا بعرف المواطنين، ناس بالسجن، ناس ممنوعين من السفر، ناس البضائع يحاصروا، الصيادين ممنوع، هناك قوة كثيرة تحاصر غزة، وبالتالي مطلوب إنهاء معاناة غزة. وأنا أقول لأهالي غزة، لن تحل مشاكلكم إلا بإنهاء الانقسام، كما تنتفض في وجه الاحتلال وتسجل بطولات في مسيرات العودة ومسيرات ذكرى النكسة والنكبة. سطروا، ضحوا من أجل إنهاء الانقسام. أنا الآن أهم مصلحة أمنع إسرائيل من تحقيق حلم من النيل إلى الفرات. لا يكون إحنا قاعدين عن النيل بتفكري إن إسرائيل بطلت عن أطماعها في النيل. اللي بيفكر إن إسرائيل بطلت عن خريطتها المحفورة باب الكنيسة من النيل إلى الفرات وبدها توصل لمكة غبي. وبالتالي إحنا ضحية ومنحملش العرب جميلة ولا يحملونا جميلة. بكل تأكيد دي قضية أمن قومي عربي أستاذ عزام. لذلك إحنا الآن رأس الرمح، وهذا الصبح حكيته أنا في البرلمان، إحنا رأس الرمح، علينا أن نتصدى أيضا مش بس للأطماع الصهيونية في الأمة العربية، حتى لترامب اللي جاي بده ينهب الثروات العربية تحت شعار أمريكا، أولا تحت شعار أمريكا، وبده يبتزنا كأنه الثروات إحنا نبقى فقراء